أهلا فيك، وإلى الأستاذ فؤاد أبو ناظر القيادي في القوات اللبنانية. سيد فؤاد، تفضل، شو تعليقك على ما حدث اليوم وكيف تشوف انعكاساته يعني على الوضع الداخلي اللبناني لاحقا؟ مستقبلا؟ اول شيء نحن نرفض انه يمس المحرمات الدينيه ان كانت اسلاميه وان كانت مسيحيه، وهذا الشيء نحن بنشهده وما بنقبله. انما من هون بنجي نفكر انه كنيسة مرمرون صارت هي بتمثل المصالح الدنماركية بلبنان، هذا الشيء كمان نحن ما بنقبله وما فينا نتصور انه ممكن يصير، خاصة من بعد 14 اذار. نعم. انا هون بتحمل مسؤولية للي نظموا هالمظاهرة ولا المسؤولين الامنيين اللبنانيين. كان لازم يكونوا واعيين اكثر ويفهموا ان هالشيء ما يتكرر بلبنان بتاتا. نعم. وهلا سمعنا على التلفزيون ناس كانوا منظمين المظاهره طلعوا حكيوا، هيدا بدل انه في استخفاف بعقول الناس وبكرامات الناس. اولا نحن ما بنقبل ابدا انه كل واحد يفكر انه بده يفش خلقه يجي يفش خلقه بالمناطق الأمني والأهلي، يلي من وقت خروج الجيش السوري عم تتعرض لتفجيرات لمحاولات قتل او لتصفيات بعض الشخصيات. نعم. لازم يفكروا يلي عم ينزلوا على المظاهرات انه المناطق خاصة المناطق يلي عندها يمكن طابع مسيحي، واسمحي لي احكي اليوم شوي صغيرة بهالطريقة، انه منا لأن صايغة يتم مين مكان او كل واحد يحاول انه يعسكر الامن والسلم الاهلي. ثاني شيء بتطمن اهالي الاشرفيه انه اذا صار في اي رد فعل وصار في بالعكس نبض بكل معنى الكلمه من قبل الاهالي، هو لانه نحن بنرفض انه نعمل رد فعل، مش لانه نحن ما بنعرف وما بنقدر. وهذا الشيء نحن نابع من قناعه عنا انه نحن مؤمنين بلبنان. ولبنان رح يعود احسن من ما كان. و14 اذار هي خير دليل على اعاده التلاقي المسيحي الاسلامي بلبنان. ونحن المسيره بدنا نكملها. ونحن منا خايفين ابدا، وكثير بهمني انه اخواننا بالاشرفيه يكونوا واعيين انه هالدف يلي صار والمحاوله يلي صارت اكيد منا نابعه من قرار من الشريك اللبناني، بل من طرف صغير بده يعكر ويخرب مسيره لبنان الجديد. نشكرك سيد فؤاد ابو ناظر القيادي في القوات اللبنانيه، حكيتنا من افريقيا، رح نرجع على الاشرفيه.